لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم وتحدى ظروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده هناخد حضراتكم في زياره الى المعرض الدولي ال18 للجلود المصريه. طبعا دي صناعه كبيره جدا واحنا صادراتنا في العام 2023 تجاوزت 37 مليون دولار من الملابس والاحذيه والاكسسوارات الجلديه، اما وارداتنا فتراجعت بشكل كبير جدا، يعني نمو الصناعه في مصر وتطورها ادى الى تراجع الواردات المصريه من الجلود، بجد لم تتجاوز 7 إلى 8 ملايين دولار، في حين أن مصر في العام 2022 واردتها من المصنوعات الجلدية تجاوزت 35 مليون دولار. إذن صناعة الجلود في مصر استحوذت على ثقة المستهلك المصري، وتستحق أن نتعرف على التحديات التي تواجه الجدعان في هذه الصناعة. النهاردة هنشوف الناس اللي بتصنع الأحذية، الملابس الجلدية، الإكسسوارات الجلدية، كلها مصانع وورش كبرى موجودة في مصر ونجحت في التصدير. بقول لحضراتكم صادرات بقيمة 37 مليون دولار، طبعا الرقم مش كبير ولكن بدأنا، بكرة يبقى مليار واثنين وثلاثة مليار دولار. ما تنسوش ان بقى عندنا النهاردة مدينة الروبيكي، الدولة تهتم بشدة بصناعة الجلود. خليكم معانا في حلقة هامة جدا عن صناعة الجلود في مصر. تشاهدون في حلقة اليوم فريق الجدعان في معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي يعد من أهم المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تطلق فيها المصانع المصرية أحدث مجموعاتها من تصميمات من الأحذية الرجالي والحريمي والأطفال والملابس والحقائب والإكسسوارات الجلدية. فريق الجدعان يلتقي المهندس مصطفى علام، أسطورة صناعة الأحذية المصرية الكلاسيك والكاجوال الرجالي، والتي تضاهي مثيلاتها الإيطالية والتركية وتنافسها بقوة في السعر والجودة، وهو العلامة التجارية هوبر الشهيرة في عالم الأحذية الجلدية الراقية. الآن تشاهدون فريق الجدعان في معرض القاهرة الدولي للجلود، والذي يعد من أهم المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تطلق فيها المصانع المصرية أحدث مجموعاتها من تصميمات من الأحذية الرجالي والحريمي والأطفال والملابس والحقائب والإكسسوارات الجلدية. معرض القاهرة الدولي للجلود أهم المعارض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اللي بيقدم فيها العارضين أحدث تصميمات الأحذية الرجالي والحريمي والأطفال والملابس والحقائب والإكسسوارات الجلدية، بجد مبهرين وأثبتوا أن مصر بلد صناعة الجلود في الوطن العربي. وبالمناسبة صادراتنا من الجلود ومصنعاتها سجلت حوالي 37 مليون دولار في أول 9 شهور من العام 2023، وده آخر رصد لحجم الصادرات المصرية من المنتجات الجلدية. وطبعاً القطاع فيه فرص واعدة، وخصوصاً مع تحرير سعر الصرف للجنيه، لدرجة إن سعر الحذاء المصري العالي الجودة بقى لما بيتصدر ب 14 ولا 15 دولار بالكتير يبقى كسبان وصاحبه مرضي تماماً، وفي نفس الوقت صعب جداً على الصين أو تركيا تنافسه في السعر أو الجودة.
تعالوا نقابل الجدعان في صناعة الجلود المصرية في معرض القاهرة الدولي للجلود اللي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبتنظمه باحتراف شركة بيراميدز المتخصصة في تنظيم المعارض، ونشوف النماذج اللي تفرح في القطاع، ونتعرف على التحديات اللي بتواجههم وإزاي ندعمهم ونسندهم. جدعان صناعة الجلود. البداية مع شيخ المصنعين جمال السملوطي ورئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات. تصميماته أكتر من مبهرة في الأحذية الرجالي الكاجوال والكلاسيك وأحذية الجيوش اللي احترف صناعتها لدول أفريقيا، وبالمناسبة هيشرح التحديات اللي بتواجه قطاع صناعة الجلود وليه لغاية النهاردة ما اشتغلتش 126 وحدة الخاصة بالمنتجات الجلدية النهائية في مدينة الروبيكي للجلود. وبالمناسبة قال السملوطي عمرهم في صناعة الجلود يتجاوز 63 سنة، وكانت البداية في العتبة سنة 1960. ركزوا معاه. خلينا نتكلم في البداية على منتجاتك، انت راجل عامل منتجات عالمية. الحمد لله رب العالمين، يعني ارفع لك القبعة بجد. شكرك. المنتج ده نسبة المكون المحلي فيه كام في المية؟ بالنسبة لشغلي انا يعني الحذاء الرجالي في مصر كلها تقريبا نسبة المكون المحلي 70%. معنى انك وصلت للمكون المحلي 70%، معنى كده ان انت الصناعة تستحق الدعم عشان تستمر. صحيح. وتغطي احتياجات السوق المحلي. صحيح. والدليل ان وارداتنا من الاحذية تراجعت بشكل عنيف جدا. دي حقيقة. من حاجة و30 مليون ل 3 4 5 6 مليون بالكتير. صحيح. موافقين. صحيح. لكن صادراتنا 37 مليون في 2023 في اول 10 شهور. لغاية 10 شهور. صحيح. صح. صحيح. الرقم ده دقيق جدا فعلا. انت مبسوط من الرقم ده؟ ليه ما وصلناش ل 370 مليون؟ ليه ما وصلناش لمليار؟ لو خدناه بالمقارنة بعام 22 احنا كان حجم صادراتنا في عام 22 2.7 مليون دولار. انا بتكلم على الاحذيه والمنتجات الجلديه. لما اوصل بيه ل 37 لغايه اول 10 شهور في 23 هفترض انه 40 مثلا، فده طفره مش أكيد. مش قليله. أنا ولكن معك. مش ده المأمول لينا كقطاع، احنا بنستهدف اكتر من كده بكتير. طب عشان نعمل ده احنا لينا حاجات كتير محتاجينها، في دور علينا كصناع وبشتغل في هذه المهنه، وفي دور اخر مفترض ان الدوله تساعدنا بيه. ما تيجي نحدد ادوار. حاضر. دور حضرتك ايه؟ دور حضرتي ان انا اعمل جوده كويسه، اعمل سعر منافس، اخذ الاسواق الخارجيه عشان اقدر اجيب عمله. وانت عامل ده؟ والحمد لله احنا انت عامل جزمه. انا قلت لك ايه؟ الله يبارك. دي زي بوس بالظبط. الله يكرمك. انت بتعرضها بكام؟ ب 600 جنيه في السوق المحلي. من المصنع. هو بيعرضها ب 600 يورو. نتكلم بقى على الادوار الثانيه، دور الدوله ناحيتك ايه؟ مثلا احنا عندنا معرض اللي حضرتك متواجد فيه. المعرض دوت احنا بنشتغل فيه من العام الماضي، احنا بنعمل دوره واحده في السنه وهي في يناير. لما كان ال 22 حجم صادراتنا 2.7، معرض 23 اللي كان في يناير تسبب بجزء كبير جدا انه رفع الصادرات ل 40. صح. ما هو ده المعرض السابق. ما احنا بنعمل معرض ليه؟ فمعنى ذلك ان المعارض لها يعني لها جدوى كبيره جدا. دور عظيم في حجم طبعا الصادرات، سواء محليه او معارض خارجيه او بعثات تجاريه. محتاجين بس مساعده الدوله في تسهيل الاجراءات، هي موجوده والمفروض ان في الدعم موجود، ولكن للاسف الشديد عشان نطبقه بنعاني معاناه شديده جدا. ليه انت المفروض بعثه المشترين دي هم بيتحملوا عنك نسبه 75%؟ وانا حضرتك المفروض ان انا تقدمت بحوالي 150 اسم اللي توافق عليه 50 واحد. يعني ضيعت 100 مشتري من 30 40 50 دوله. انا وشركه بيراميدز. انت جبتهم على حسابك؟ جبناهم على حسابنا. خلينا نكمل. اتفضل. بعثه مشترين ادينا يعني جبناهم على حسابنا. ماشي. وبعدين الروبيكي. الروبيكي احنا تقريبا عاملين 120-126 منشاه جاهزه بقالها 3 سنين. المفروض تكونوا استلمتوها. المرحله الاولى خلصت للدباغه. لا، المرحله الاولى خلصت كدباغه. اه مش خلصت كصناعه. هي ال 120 ده المرحله الثانيه. المرحله الثانيه المنتج النهائي المفروض الاحذيه والمنتجات الجلديه. خلص المنشآت بقالها 3 سنين وحتى الان مفيش واحده اشتغلت. ليه؟ لان مفيش تسعير للمكان حتى الان، ما اتسعرتش. وكان ولا حتى استرشادي؟ كان في سعر استرشادي يعني تقييما كده عشان تقدر تاخد بالك وتقرب وتقول انا معاكم. سعر استرشادي كان مبالغ فيه جدا، كان تقريبا يقال ما تقلش صراحه انما كان يقال حوالي 12000 جنيه المتر. يعني عشان اخد واحده 1000 متر 12000 جنيه المتر. اه ده حقيقه، ده واقع. مش طب وانا اخد ليه في روبيكي؟ طب انا جنب بدر والعاشر. يعني ما هو ده اللي انا قلته ببلاش. يعني انا اللي عرضته والله كده. انا قلت لو طيب لو 12000 يبقى هناك في بدر ببلاش الا ربع. لا، هي روبيكي جزء من بدر. طب ما انا لو خرجت بدري شويه انا هاخد المتر هناك ب 1250 جنيه. طب انا هاخده ليه ب 12000 جنيه؟ حتى لو هكلفه بنا 3 4000 جنيه مش هاجر 30000 جنيه. هاجر واحده ب 30000 مثلا. يعني وبعدين احنا قطاع كثيف العماله
هامش ربح بسيط جدا؟ عندنا لا، الوحدات صغيره ورش، احنا بنعتمد على الورش اكتر من المصانع الكبيره. عندنا 17600 منشاه تشتغل في القطاع، عندنا 270000 عامل بيشتغلوا في القطاع، فاحنا قطاع على فكره كبير مش صغير. عندنا نموذج جميل جدا تم، ويا ريت ابشر حياتك بيه. احنا كنا من الناس اللي بنحارب موضوع الاستيراد من الخارج، وجاهدنا كتير جدا مع مصلحه الجمارك والوزراء السابقين ووزاره الصناعه السابقين، والحمد لله من فضل ربنا ونظر للظروف اللي حاصله ده تقلص جدا. طيب تحولوا المستوردين، احنا كنا بنستورد تقريبا 100% احذيه رياضيه، تقريبا احذيه رياضيه بالكامل كانت مستورده، وكنا بنبلغ المسؤولين بكده. النهاردة تحول جميع، يعني معظم المستوردين الأحذية الرياضية بقوا مصنعين في مصر، بقى عندنا اكتفاء ذاتي من الحذاء الرياضي ونقدر نصدر كمان. طب إيه اللي يتناسب معانا في الوحدات اللي هي بتاعت المنتج النهائي داخل مدينة الروبيكي؟ لأن ده رئيس الجمهورية مهتم بيها يا جماعة، فلازم نبدأ نشتغل. هو عملها 200 متر ومضاعفات. 200 متر ومضاعفات بكام المتر؟ بتبقى 3 ادوار. وعندنا نماذج، انا كنت مقدم النموذج التركي مثلا، تركيا عامله مدينه صناعيه، خدنا النموذج بتاع النموذج التركي وقدمناه، النموذج الهندي وقدمناه. هي بتبقى 3 ادوار وزي كومباوند كده، بتبقى مجموعه محلات بتتفتح بقى على بعض، التوسعه زي ما هو عايز، واحد عايز 200، واحد عايز 300، واحد عايز 400، بتقدر نعملها، وتبقى من تحت محلات مستلزمات الانتاج اللي بتخدم على الورش فوق. فده كان النموذج ده اللي متقدم. للاسف لما جيت نفذ ما تنفذش كده. لو نقدر، انا على استعداد انا وزملائي في غرفه صناعه الجلود نقدر نقدم هذا النموذج مره اخرى ونقدر نشتغل عليه في منطقه او 2 او 3. على فكره لسه الروبيكي فيها مساحات كبيره لسه ما اتنفذتش. طبعا لسه مساحات كبيره نقدر نشتغل عليها من دلوقتي. مين اللي هيبنيها؟ مش عارف. انتوا ولا الدوله؟ لا الدوله طبعا. الدوله تبنيها وتديها لكم ايجار ولا حق انتفاع؟ الاثنين شغالين، لو ايجار اوكي، لو حق انتفاع اوكي، لو تمليك اوكي. دلوقتي هنزور جناح شركه جينز ستور التابعه لمجموعه جينز كار اللي اسسها الدكتور يوسف مشعل، وهي بتصنع فرش السيارات والمراكب والطائرات، وبتدي ضمان 5 سنوات على منتجاتها. وقدمت في المعرض حقائب حريمي وحقائب سفر واكسسوارات من أفضل الجلود الطبيعية في العالم، سواء المصرية أو الألمانية أو الإيطالية، متميزين فعلا. وهم بالمناسبة بيمتلكوا مدرسة تكنولوجية تطبيقية لتصنيع الجلود، بجد مالهمش حل. تعالوا نقابل الأستاذ أحمد صبري المدير التنفيذي لشركة جينز ستور. اتفرجوا واحكموا بنفسكم. أنا رهنت عليك وأنا معدي يعني، وأنا جاي كده قلت المكان ده بيعمل حاجة مختلفة، جودة عالية جدا، وبيستخدم جلود إيطالي ومصري. بالزبط. حتى المصري بيعالجه بخامات إيطالية عشان يدي منتج عالي جدا. بالظبط. طب ممكن بقى أفهم منتجاتنا إيه واللي رهننا عليه واشتغلنا عليه؟ طبعا احنا شركه جينز ستور هي شركه طالعه من شركه جينز كار، ودي الشركه الام بتاعتنا. شركه جينز كار هي شركه بتصنع فرش سيارات وطيارات ويخوت من سنه 1965 لحد النهارده. ده بجد؟ ده حقيقي. طب ايه وعملنا لاين جينز ستور؟ بالظبط. طبعا احنا عملنا اللاين بتاع جينز ستور عشان نخش في صناعه المنتجات الجلديه. وطبعا احنا الشركه عندنا عملت مدرسه تكنولوجيا تطبيقيه ومضينا بروتوكول مع وزاره التعليم برافو. الفني عشان نقدر نعلم طلبه ونطلع جيل اكاديمي يقدر ان هو ينافس عالميا ومحليا. يعني مدرسه تطبيقيه تكنولوجيه في صناعه الجلود؟ بالظبط، في صناعه فرش السيارات والطيارات واليخوت والمنتجات الجلديه. ممتاز. دول بيخشوا معانا من اولى ثانوي لحد ثالثه ثانوي، وبعد كده بنوفر لهم فرص عمل يشتغلوا داخل الشركه كمان. مقر المدرسه فين؟ مقر المدرسه داخل المصنع، في المصنع بتاعنا في التجمع الثالث في الالف مصنع المنطقه الصناعيه. وفي كم طالب عندك النهارده؟ احنا عندنا فصل واحد السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه هناخد فصلين باذن الله. منتجاتك غريبه، انت لا تقل عن اي منتج ايطالي بيتعرض في روما في ميلان. ده شرف. انت متخيل انت رايح لفين؟ الجوده دي انت مصنع هنا ومكون محلي نسبته قد ايه في المنتجات؟ بنسبه 30%. في المنتجات المكون المحلي 30%. بالظبط. طب وفي بقيه المنتجات؟ في حاجات كتير بنجيبها من بره. طبعا احنا عندنا الجلد الطبيعي، بنجيب جلد من ايطاليا عشان اساسا يكون هو مقاومته عاليه والمعالجه بتاعته تكون عاليه، ان هو يقدر يستحمل الاحتكاك والحراره والحاجات اللي بتبقى في فرش العربيه. فطبعا عشان كده احنا كل المنتجات عندنا بندي ضمان عليها 5 سنين ضد عيوب الصناعه. الاكسسوارز بتاعتنا كلها بتيجي من المانيا ومن ايطاليا، وفي طبعا بعض الحاجات بتبقى صيني بس بتبقى الهاي كواليتي بتاعتها عاليه جدا طبعا. والجلد المصري
اللي حضرتك برضه بتقول انا بستخدمه بعالجه بتدي عليه ضمان قد ايه؟ بندي نفس الضمان لان احنا بنجيب جلد مطابق للمواصفات الاوروبيه ولازم يكون خالي من السرطانات عشان نقدر نصدره بره. طب ليه بتستورد جلد من بره؟ بتشتغل على جلد مصري؟ على حسب ما هو بيبقى في حاجات طبعا احنا بنقدر نجيبها من هنا وبنوفرها، وفي حاجات ما بتبقاش متوفره وممكن يتعرض علينا شغل يكون جاي من بره ويكون مناسب الكوست بتاعه ان احنا نقدر ندخله في الصناعه بتاعتنا وبنضطر ناخده. احنا عمرنا قد ايه جينز ستور في صناعه الشنط؟ جينز ستور احنا بقى لنا تقريبا سنه ويعني عاملين شغل كويس جدا جدا جدا. لا والشنطه بتاعتك هتكسر الدنيا، انت عندك انا الشنطه دي كواليتي كمان بتاعتها جميله جلد. يعني لا سيبك من الرجاله دي خلاص دي ولا كلمه فيها. لكن جلد التعبان دي شنطه جلد تعبان ده تعبان بجد. يعني جلد تعبان بجد والاكسسوارز بتاعه. لا طبعا ده طبيعي. الشنطه الجلد المطبوع زي اللي فوق دي ده جلد تعبان مطبوع، لكن دي الطبيعي. انما ده طبيعي. اسعارنا ايه بقى؟ يعني اللي فوق ديت من اول 3700، واللي تحت دي اللي هي الجلد التعبان طبعا بتكون اغلى في الكوست بكتير عشان طبعا دي بره. دي بره في اوروبا تلاقيها معديه 3000 يورو 2500 يورو بالظبط. ايه الدول انت بتصدر لها؟ عايز اعرف. لا يعني في ناس بتاخد مننا مثلا بتصدر لايطاليا، في ناس بتودي لكذا دوله عربيه، السعوديه، الاردن، في كذا حاجه تانية بينفع. اكسسواراتك حلوه قوي. الاكسسوارز كلها لا الاكسسوارز كلها الماني وايطالي من شركه او بي اي الايطاليه. السوست والقفال بالظبط واميه السويسريه والسوست كلها واي كي كي الماني. ما هو انا ما اقدرش ادي ضمان الخمس سنين غير لو انا ضامن الكواليتي بتاعتي 100%. حتى البرودكت اللي احنا بنجيبها من الصين كاكسسوارز لازم يبقى الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. يا جماعه اللي بيصنع اكسسوارات عاليه للجلود روح المصانع اتحرك، بدام عامل منتج انت واثق منه وجودته عاليه جدا روح المصانع وريهم هذه المنتجات. بلاش تعالى الجدعان واحنا هنوري الناس، هنروح مصنعك وهنوري الناس ازاي بتصنع هذه الاكسسوارات. الناس دي محتاجين نشيل من عليها التراب طبعا، لان اكيد في حد مظلوم في النص. وانا اول واحد على استعداد والشركه بتاعتنا على استعداد ان هي تتعامل مع اي منتج مصري يكون مطابق للمواصفات ونقدر ان احنا نطلعه بره ويبين جوده بلدنا في الشغل وفي الصناعه. دي حاجه تشرفني. مفاجاه معرض القاهره الدولي للجلود بجد، وخصوصا انه بيشترك لاول مره الشاب احمد كمال الجمال مؤسس شركه عروستي. هو فنان بجد، بيطرز احذيه العرايس بعبقريه وبيصنع الحقائب الحريمي من اللؤلؤ الصناعي، ودي طبعا خاصه بالسهرات. فنان بجد وقدر يصدر منتجاته لاسواق الخليج. هو تخرج في كليه الفنون الجميله بجامعه الفيوم. ركزوا معاه. اي عروسه في مصر حلمها انها تتصور فاول فرح وبعد كده تعمل اللي هي عايزاه، وانها طبعا تلبس حاجه تليق مع الفستان بتاعها. طبعا انت اشتغلت على الحته دي وقدرت تعمل منتجات اكتر من رائعه. ربنا انت يخليك. اسطوره في الصناعه دي. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ده من ذوق حضرتك. مبدئيا كده كم واحده شغاله معاك بتقدر تحول اي جزمه حريمي او اي حذاء حريمي للشكل اللي احنا شايفينه ده؟ انا عندي 15 واحده شغالين بالصفه دايمه على مدار السنه، كلهم ما شاء الله خبره. اقل واحده فيهم معايا بقى لها 3 سنين شغاله في نفس المجال، فما شاء الله بنقدر ننتج. مع ان الشغل هاند ميد وبياخد وقت، بس بنقدر ننتج على مدار السنه كميه كبيره باذن الله. وانت شخصيا بقى لك كام سنه؟ انا شخصيا من 2017 وانا بادئ في الشغل ده، يعني بقى لي 6 سنين واحنا بادئين في الشغل ده، والحمد لله محققين نجاح. السنة دي ربنا كرمنا وابتدينا من خلال المعرض ان احنا نطلع شغل لبره مصر. السوق عامل ازاي في القطاع ده؟ السوق كويس جدا، واحنا بنحاول ان احنا برضو نواكب السوق ونواكب التغييرات اللي بتحصل في تصريصات الفستان بتاع العروسة، ان احنا بقدر الامكان نبقى قريبين من اللي في السوق. يعني احنا بقينا بنجيب كمان الخامة اللي هي موجودة، المصانع السواري بتاخدها تعمل منها الفستان ونبتدي نحطها على الشوز. يعني انت ممكن تبص على فستانها عشان تقدر تطرز الجزمه بتاعتها؟ عشان اقدر اطرزها بنفس الحاجه، عشان انت حضرتك عارف طبعا الستات بيهتموا بالتفاصيل اكتر مننا كرجاله طبعا، فهي بتبقى مهتمه ان هي تظهر باحسن حاجه في ليله العمر. طب عايز اعرف منك حاجه، انت ايه اللي دخلك القطاع ده؟ انا كنت فاتح تطريز احذيه جديده. انا كنت فاتح محل احذيه، اما شفت المنتج كمستورد نازل في السوق قررت ان اعمله. ابتديت فيه كان لسه نازل مستورد، كان سعره عالي جدا، كنا بنتكلم مثلا في 2016 و2017 في اقل حاجه 300 جنيه، احنا قدرنا ننزله في نفس التوقيت ب 150 جنيه وب 140 جنيه، طبعا نص سعر المستورد. بنفس الجوده يعني اول ما بدات عملت نفس جوده المستورد؟ الحمد لله وكانت احسن. والنهارده تكلفتك كام؟ انت بتقول لي من 2016 و2015 كانت بتنزل مستورده 300 350، انت النهارده بعد كل السنين دي؟ بعد كل السنين احنا وصلنا لتكلفه المستورد اللي كانت في 2017. اللي هو بقى هو كام بقى المستورد لما بيجي؟ المستورد دلوقتي الحمد لله بعد احنا ما بدانا بطل يجي، يعني الناس كلها بقت
يعني انت وقفت استيراد النوع ده من الاحذيه؟ بس بقى في برضه ناس ثانيه في السوق بتعمل شغل زينا. طب انت فتحت التصدير؟ يعني انت عامل منتج النهارده رخيص جدا جدا وتقدر تنافس بأي دولة في العالم. احنا السنة دي بفضل الله ربنا كرمنا بشغل في السعودية وفي شغل في الإمارات. جدع. ربنا كرمنا امبارح بأوردرات كويسة جدا 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 في المعرض. مهم، اوعى تسيب معرض. لا المعرض بصراحة كان دفعة وحافز دينا السنة دي جدا، يعني أحسن من السنين اللي فاتت. جدع. كان بالنسبة للسادة المنظمين كان في تسويق كويس بره، ان في ناس كتير جت من بره أكتر من السنة اللي فاتت. شايف عندك منتجات تانية وشايف شنط من اللؤلؤ؟ لسه مدخلينها السنة دي، دي أول حاجة ننزلها المعرض. احنا بنكمل بقى شغلنا، بنكمل شغلنا. عملت الشوز وعملت الكوتش كله طرسته، أعمل شنطة. أعمل شنطة دي كانت فكرة أول مرة نعملها، والحمد لله لقت قبول جدا مع السادة اللي زارونا في المعرض. احنا كان أول مرة أصلا نسوقها في المعرض، يعني احنا لسه منزلين. يعني دي أول ظهور ليها شنط اللؤلؤ دي. دي أول ظهور ليها عندنا، بس هي كانت برضو بتيجي مستوردة. بس بقى احنا الحمد لله عملناها بنفس جودة المستورد بفضل الله. واخبار مبيعاتك ايه هنا في السوق المحلي؟ احنا مصنعنا في الفيوم مركز صمية. عندك صفحة سوشيال ميديا؟ عندنا صفحة عروستي شوز. عروستي؟ عروستي شوز. شوز جدع. موجودة على السوشيال ميديا، والحمد لله يعني في اقبال على منتجاتنا. اللي قدام حضراتكم دي اسمها تسنيم سرايرة من الأردن، وهي مصنعة لأحذية العرايس، وبتزور معارض العالم عشان تتعاقد على مستلزمات الصناعة وتتعرف على أحدث الخامات، وحلمها تصنع حذاء للملكة رانيا العبدالله حرم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في إحدى المناسبات الملكية. وهي ضمن بعثات المشترين اللي نجحت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات في دعوتهم لمصر. ركزوا معاها وخلي بال حضراتكم، بعثات المشترين بيتم انتقائهم بعناية جديدة، وبيبقوا جايين لعقد الصفقات مش للفسحة. جيت النهاردة من بعثة المشترين عشان تشوف المعرض المصري الدولي للأحذية والجلود. تقييمك الأول عايز أسمعه. أنا وعمري ما لمست تنظيم مثل هذا التنظيم، لأني حضرت معارض بأكثر من دولة، ما لمست الخطوات اللي عملوها معانا من الاستقبال حتى بالمعرض، يعني كيف بيتابعوا أمور المشتريين، كيف بيتابعوهم من أول يوم، بتأكدوا إنه العينات وصلت، بس توصل العينات بتأكدوا إنه إحنا عملنا الأوردر بسعر مناسب، بتأكدوا من موضوع الشحن إنه في عنا شركة شحن مناسبة تشحن للبلد، فتنظيم رائع. لما تم استخدامك لمصر تم ترشيحك ازاي؟ هلا الأمانة إنه كنت بتابع مع تاجر كنت بشتري منه أغراض لما كان بتركيا، فحكى لي إنه سكر وفتح بمصر، فحكى لي إنه في معرض تعالي شوفي. بالفعل إنه بعت للصفحة، راسلتهم بشكل كتير سلس، حكيت معاهم كول من الأردن. اللي طلبت إنك تيجي بالضبط، أنا تمام. رنيت عليهم تمام، وكانت الأمور جدا سهلة، حكولي ابعتولي سجلك التجاري وابعتي شغلك. بالفعل بعتت كل البورتفوليو تاعي والسجل على الواتساب، وحكولي إنه أكسبت، إنه خلص رح تيجي مع الدفعة الجروب اللي جاي من الأردن. كانت كثير الأمور سهلة يعني، وعن جد شكرا لإلهم إنهم منحوني هاي الفرصة. تقييمك للإنتاج المصري أنا؟ والله ما شاء الله، يعني الجلود أنتوا رقم واحد بالجلود أكيد تمام. يعني وحتى الإكسسوارات، يعني الجلود والإكسسوارات كتير، يعني الكواليتي يعني كتير مرتبة كتير يعني، والجلود رقم واحد صراحة. وحضرتك راجع الأردن، إيه الصفقات اللي عملتيها؟ هلا عقدت صفقتين تمام، واحدة بالإكسسوارات، اكسسوارات الأحذية، وكمان طورت شغلة على المنتج ما كانت موجودة عندي، وهي اللوجو خاص بالبراند، يعني فصلت لوجو خاص رح ينحط على الأحذية إن شاء الله، فهي إضافة كتير حلوة رح تكون. وبرضو خامات ساتان اللي بدي إياها إن شاء الله رح تكون متوفرة ورح يشحنوا لي إياها. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي المهندس مصطفى علام أسطورة صناعة الأحذية المصرية الكلاسيك والكاجوال الرجالي، والتي تضاهي مثيلاتها الإيطالية والتركية وتنافسها بقوة في السعر والجودة، وهو العلامة التجارية هوبر الشهيرة في عالم الأحذية الجلدية الراقية. الآن تشاهدون
فريق الجدعان يلتقي المهندس مصطفى علام أسطورة صناعة الأحذية المصرية الكلاسيك والكاجوال الرجالي، والتي تضاهي مثيلاتها الإيطالية والتركية وتنافسها بقوة في السعر والجودة، وهو العلامة التجارية هوبر الشهيرة في عالم الأحذية الجلدية الراقية. لسه مع حضراتكم في معرض القاهرة الدولي للجلود، تعالوا بقى نقابل المهندس مصطفى علام أسطورة صناعة الأحذية المصرية الكلاسيك والكاجوال الرجالي، واللي بتضاهي مثيلاتها الإيطالية والتركية وتنافسها بقوة في السعر والجودة، وهو صاحب العلامة التجارية هوبر الشهيرة في عالم الأحذية الجلدية الراقية، عمرها 20 سنة وعنده 5 فروع لبيع الأحذية، بخلاف أنه اللي بيورد الأحذية لمحلات الملابس الكبرى في مصر زي عرفة وداون تيم وجيلا روش وتاي هاوس ومنز كلوب، وبجد يسلم إيده هو ورجالته في مصنعه بجسر السويس في القاهرة. تعالوا نقابله، وخلي بال حضراتكم هو عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات. المهندس مصطفى علام العالمي، ربنا يخليك. قولا واحدا اللي أنا شايفه ده تصميمات عالمية كانت بتجينا بالدولار، حضرتك رهنت إن أنا نقدر نصنعها في مصر ونجحت، وبتصدر كمان منها لأكتر من دولة. ربنا يخليك. أنت مهندس زراعي صح؟ مهندس زراعي. دخلت إزاي المجال ده؟ كنت شغال في الملابس في الأول وبدأت، وكان عندي محل صغير كده ببيع فيه شوزات جنب اللي أنا بعمله، جنب البدل يعني. كم سنة تاجر؟ يعني موضوع بالنسبة لك أجيب من برة أبيع فلوس في جيبي. 10 سنين تاجر. 10 سنين. بس كنت ليه قررت تصنع بدل ساعتها؟ بدل بس، كنت بجيب أي أحذية من برة؟ لا كنتش بجيب أي أحذية بقى لما فتحت المحل بتاع الأحذية ده كنت بجيبه كله مستورد من برة، وبعدين قلت أصنع الشوز. ليه بقى القرار ده خدته ليه؟ القرار لقيت ان انا هقدر اجيب المستلزمات واجيب حاجتي وابدا اشتغل، وحسيت ان انا اقدر اعمل حاجه في الحته دي، فخشيت بدات عملت اول عينه، تاني عينه، تالت عينه، لا يلا هنخش، سبت الملابس وخشيت في الشوزات. بقيت تصميم الاحذيه، بدات من التصميم وبدات بالموديلات وكده، وانا من الاول انا ذوقي رايح ناحيه الذوق التركي، فهي جايه كده. الموديلات اللي بنشوفها في تركيا انت صنعتها في مصر؟ بشوفها هنا بقى، عملنا اللي في تركيا والصين صنعناها في مصر، بس بقى عندنا بجلد طبيعي من جوه ومن بره، ومجمول الموضوع يعني بفضل الله طلعنا نجحنا يعني الحمد لله على اللي احنا نجحنا. بس انت قلت لي جمله ايوه لازم الناس تعرفها. اتفضل. انا اتعلمت بالغالي، يعني ايه 1.5 مليون جنيه في الرخص من 10 سنين ولا 15 سنه واكتر؟ لا واكتر من 20 سنه. من 20 سنه عشان اتعلم. هي المهنه دي، مهنة الأحذية، بتعتبر محدش بيعرف يخشها من بره غريب إلا اللي طالعين من المهنة. أنا كنت بتاع ملابس كده. أنت مختلف. مختلف بقى خلاص مختلف. بقى مش بقى أنا أقل الناس الحمد لله، وهم ربنا يكرمهم. لكن في النهاية أنا خدنا الذوق واشتغلنا بيه، وصلنا للجودة دي باللي حضرتك شايفه طبعا، بأفضل وأجود أنواع الجلد، عشان هي متوفرة عندنا في مصر، تعتبر عندنا الجلود النهاردة ننافس بيها أي حتة، وبتوع المدابغ بيصدروا على فكرة. طبعا إحنا نقدر ننافس جدا. فهم بس القصة كلها إن أنت تاخد، لو أنت بصيت لحتة الجلد اللي أنت شايفها، أنا مش جايبها كده من المدابغي، أنا جايبها وبكمل تشطيبها عندي، يعني دي باخدها بشكل وبطلعها بشكل تاني. هو الجزمة دي المكون المحلي فيها قد ايه؟ المكون المحلي عندنا تعتبر دلوقتي 80%. الله اكبر عليك. 80% مكون محلي، عشان كده معايا مساحة ان انا اقدر اصدر، عشان كده عندي مساحة ان انا بروح ليبيا، بروح العراق، بروح كينيا، بروح تنزانيا، لافف يعني. ومن محصلة اللف بدأت فتحت سوق في العراق بفضل الله مع أكبر ناس موجودة هناك، فتحت سوق في طرابلس بفضل الله، وبنعمل دلوقتي شراكات هناك بيني وبين حد هناك. حلو جدا. نحن نعمل سلسلة سوق محلات كبير هناك. على فكرة سوق ليبي. سوق كبير ومتقبلين جدا، وهنا جانا في المعرض أكتر من 10 زباين من ليبيا. أوروبا غالية جدا، عجبهم حدش يقدر عليها، عجبهم المضمون جدا وعايزين يشتغلوا، واحنا بنحاول نخش في الموضوع ده، ان احنا ما عندناش حل في التوقيت اللي احنا فيه سواء لينا او لمصر غير ان احنا نصدر. طب حضرتك النهارده عضو مجلس اداره غرفه صناعه الجلود. صح كده؟ أيوة. ايه اللي انت محتاجه؟ هل بعثات تجاريه؟ حد اللي موافق؟ اللي انا محتاجه المعارض الخارجيه،
الدعم اللي بناخده عشان نعرف نطلع معارض خارجية عشان احنا النهاردة. انت بتاخده، هل في مشاكل فيه؟ كل سنة يجي يقولوا اتلغى، وشوية بعد شهرين ثلاثة نلاقيه اشتغل تاني، واحنا المنفذ الوحيد اللي هيخلينا نطلع ونصدر ان احنا نطلع معارض خارجية. طبعا. نمرة اتنين نعمل بعثات ترويجية تجارية. نمرة ثلاثة ان احنا نجيب بعثة المشترين. لو البعثة دي وصلت ل 250 مستورد، وارد جدا ان معرض زي ده تبص تلاقي 70% من اللي في المعرض صدرهم. احنا عندنا ميزه كبيره جدا دلوقتي ان احنا منافسين. سعر الدولار بيسمح لنا، اللي ما كناش نعرف نبيعه ايام الدولار مكان بخمسه وسته وعشره، النهارده لما الدولار بقى كده عندنا استعداد نبيع باقل سعر تتخيله في التصدير. خلينا بس شويه اللغط والمشاكل اللي في الروبيكي، ما عندناش حل، هنغزو العالم كله بالجلود. ما عندناش حل غير ان احنا ايدينا على ايدين بعض عشان نصدر. والمعارض الخارجيه بقى، انا عندنا خطه معارض في طرابلس في شهر 5، في العراق في شهر 9، في السعوديه في شهر 12. عندنا خطه معارض السنه دي، احنا بنستهدف البلاد العربيه. لو ما حد ساعدك روح لوحدك. لا، ما انا بروح روح. ما انا العراق رحت لوحدي، ليبيا رحت لوحدي، كينيا رحت لوحدي. وعايزك كمان تلطش كده في معرض في اوروبا وامريكا. امريكا تحب قوي الحاجات دي. دي لسه ان شاء الله ولن يتردد ان هم ياخدوا منك الشغل ده. دي لسه ان شاء الله ربنا. مش هتلاحق ان شاء الله. مصنعنا اخباره ايه؟ طاقته الانتاجيه قد ايه؟ الطاقه الانتاجيه بتتحدد على حسب طلب السوق. تمام. انا ممكن اعمل في شهر 2000 جوز، وممكن اعمل في شهر 10000 جوز، ده على حسب الاوردرات اللي بتبقى معايا. بس انا جاهز لاي عدد. طاقه الانتاجيه تستوعب لغايه 10000 جوز بفضل الله. دلوقتي هنقابل مع حضراتكم شاب يفرح بجد، اسمه محمد صبري، وهو بيصنع شنط جلديه وعلامته التجاريه اسمها سيفتي. بدا الصناعه بثلاث ماكينات، والنهارده بقى عنده 24 ماكينه. باع عربيته وحط آخر مليم في جيبه في مصنعه وخاماته، والنهاردة ما شاء الله بجد بيصنع 10000 شنطة شهرياً، ونجح في تصنيع الشنط اللي بتهديها الشركات في مختلف المؤتمرات لضيوفها بدولار واحد. وبالمناسبة هو نجح في تصنيع جميع الحقائب الجلدية بجودة مبهرة، وعمل ليها كمان بصمة سرية للفتح والغلق. جبار فعلاً، ودايماً بيختار أفضل إكسسوارات في العالم. ركزوا معاه. الأستاذ محمد صبري، حضرتك محامي وعندك مصنع كبير جداً، بدأ بمكانتين ثلاثة، النهاردة 24 مكنة بتصنع شنط. الله أكبر عليك. أنت ولا الشنطة اللي جايبينها أقول لك منين؟ من أمريكا. احنا كنا بنستورد شنط اللابتوب، وكنا بنستورد الاكسسوارات اللابتوب، وكنا مميزين قوي في شنط اللابتوب. عملنا مصنع بيعمل منتج محلي. كان التجربه الاولانيه صعبه يعني شويه. يعني القرار استفز فيك الصناعه؟ لا، انا خلاص انا هفضل مكمل الشغلانه بتاعتي، فمش موجوده من بره، هعملها هنا. جدع. والحمد لله والشكر لله عملتها هنا. في الاول المنتج كان صعب شويه، وكان صعب تحقيق اصلا ان انت واكسسواراتي صعبه والجلد مش عارف اجيب منين. هي كانت صعبه طبعا. مع الوقت كل حاجه صعبه الحمد لله والشكر لله بقت سهلت. الحمد لله والشكر لله. الجلد والاكسسوارات عامل فيهم ايه؟ الجلد عندنا في مصر في مدابغ في الروبيكي، في منها شاطر جدا 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 الحمد لله والشكر لله. انا بشتغل مع المدابغ دي وباخد احسن نوع من انواع الجلد، وبنقدر نعمل منه تحفه يعني الحمد لله والشكر لله. الموضوع مش بيبقى شنطه انت بتحب تمسكها في ايدك، يعني تبقى الاختيار الاول ليك. موديلاتك حلوه. الله يبارك. الاكسسوارات بتاعتك حلوه. السوسه دي مصريه ولا مستورده؟ السوسه مستورده. يعني محتاجين ايه؟ محتاجين حد يشتغل على السوسه لكل القطاعات. احنا محتاجين حد يشتغل ملابس حقائب كل حاجه. محتاجين حد يشتغل على السوسه دي. وفي حاجات اكسسوار احنا بنجيبه من بره، لو عايزين المنتج يبقى 100% صناعه مصري فمحتاجين مصانع تشتغل في الاكسسوار، وفي عندنا مصانع بس اظن عايزين مصانع اكتر. النهارده العالم كله بيتجه في صناعه الشنط دي للتكنولوجيا، لان بنتعرض لمقاسي. اكيد. ممكن واحد معدي جنبك في مطار معاه جهاز سحب كل اللي في جيبك في ثانيه. اشتغلت على الموضوع ده؟ الحوادث دي مشهوره قوي بره، فاحنا بنعمل شنط النهارده الحمد لله والشكر لله، يعني فيها السكيورتي بتاع البصمه، زائد هيبقى فيها ار اف شيلد او فيها مانع السرقه للحاجات دي. بس احنا لسه في انتظار الخامه، لان هي الخامه دي قليله جدا وغاليه جدا، والحمد لله والشكر لله جات لنا كذا سيمبل، ويعني ورسينا على حاجه ان شاء الله. ممكن اقول لك معلومه؟ عارف الشنطه دي بتتباع في لوي فيتوب كام؟ معديه ال 20000 جنيه. اقل حاجه فعلا معديه ال 20000. اظن انا عندي هتبقى 10% من ثمنها تقريبا يعني، وسمسم كواليتي، هي نفس الجوده. السوق المحلي اخباره معاك ايه؟ الحمد لله الشغل بتاعنا بالحجز. الله اكبر. الحمد لله والشكر لله. بالحجز؟ بالحجز. والتصدير؟ التصدير لسه.
بس اظن المعرض ده هيكون فتحه خير في التصدير ان شاء الله. الشاب ده بقى اسمه محمد النمر، وهو صاحب مصانع هانا وريمون في شارع الجيش، متخصص في الاحذيه الحريمي بجميع اشكالها، وبجد قدم اضخم تشكيله احذيه في معرض الجلود، سهرات طبيه، كاجوال، صنادل، صابوهات. ما كناش لاقيين مكان نقف فيه عشان نتكلم عن منتجاتنا المصريه، وهو بيقدم مجموعتين كل سنه، واحده في الصيف والتانيه في الشتاء، وبيوزعها على كل محلات مصر. ركزوا معاه. محمد النمر، مصنع هانا وريمون. مظبوط. المصنع في ميدان الجيش. تمام. عندك 36 سنه، محامي، وبقالك في الشغلانه دي 29 سنه. اه، قلت لي انا صنايعي فيها، انا عمري 6 سنين. تمام. صح. مظبوط. انا صنعت والدي وصنعت جدي. طمني بقى على الصناعه دي. تمام، الحمد لله والشكر لله. بس طبعا زي جميع الصناعات، بزياده الدولار وقله المواد الاوليه، فاحنا بننزل لتحت يعني، لان ما بنلاقيش كل اللي احنا محتاجينه في السوق. يعني انت بيبقى في دماغك تصميم، مش لاقي الجلد اللي تصنع منه والاكسسوار اللي تصنع منه. الحاجات فبضطر اشتغل على المتاح. بس يعني انت النهارده لو قلنا المكون المحلي في كل المنتجات اللي زرعونا جواها دي عشان نقف نتكلم، كم في المية مكون محلي وكم في المية استيراد؟ يعني 50-50 مثلا. 50-50. اه. انت النهارده خلصت الكوليكشن بتاعك بتاع الصيف اللي جاي اللي انت عرضه ده كله؟ الحمد لله. تمام. صح كده؟ تمام. بيتنوع ما بين انت متخصص في الحريمي. الحريمي. ايه الكوليكشن؟ احكي لي عنه، كلمني عنه. والله الحمد لله والشكر لله، عاملين صنادل موضه عاليه، عاملين جزم امهاتي وشباشب امهاتي، وعايزين عاملين جزم موضه برضو، وعاملين حاجات حقن مباشر طبي. بس كل شغلنا بفضل الله طبي، كله طبي، كله مريح جدا في الرجل. توزع التجار ازاي؟ احنا عندنا نفس المعرض ده كده عندنا في المصنع، فالتجار بتيجي تتفرج، كل واحد على حسب ذوقه، على حسب ما يناسب محله، فبيختار اللي هو عايزه. فبتبدا تصنع له ولا كل ده ستوكات عندك؟ لا، كل ده الحمد لله احنا بنشتغل على طول، بس طبعا كميات قليله عشان يبقى عندنا حاجات جاهزه. بس طبعا لو حد طلب اوردرات اعلى شويه فبنبتدي نزود التصنيع بتاعها. وخلال قد ايه تسلموا اوردره بقى بالكامل؟ على حسب الكميه. رغم ان انت قديم في الصناعه دي، ومصنعنا ما شاء الله مصنع كبير في منطقه الجيش. الحمد لله والشكر لله، بفضل ربنا. قلت لي انا اول مره اشارك في المعرض. ليه بقى؟ ليه مبتعد عن معارض وانت المفروض من اوائل الناس اللي تشارك في المعرض عشان تسوق منتجاتك؟ والله الحمد لله والشكر لله، احنا ما كناش محتاجين يعني ان احنا يعني نظهر في المعرض، احنا بنتعامل مع مصر كلها، كل المحافظات، بس طبعا ظروف البلد اللي خلتنا لازم بقى ايه نظهر اكتر عشان خاطر نضم زبون. عايزين ان شاء الله زبون تصدير، لان احنا الحمد لله والشكر لله على كفاءه عاليه ان احنا نصدر افضل المنتجات ومتانه. الحمد لله والشكر لله، يعني بشهادة الناس كلها احنا متفوقين بفضل الله وحده في المعرض ده. المنتجات دي اخبار مبيعاتها ايه واخبار التصدير ايه؟ والله ربنا جالك هنا كل الجنسيات، جالنا كل المحافظات، كل البلاد بفضل الله، كل البلاد العربية، وجالنا ناس من تركيا وجالنا طبعا العراق وليبيا والاردن والجزائر، وجالنا كل البلاد بفضل الله. والطلبيات عاملة ازاي؟ الحمد لله والشكر لله، طلبيات كويسة قوي، وربنا يعيننا بقى نلاقي خاماتها وموادها بإذن الله، لأن طلبيات كويسة جدا. انت الصفقات اللي عقدت في المعرض هنا الدفع فيها فلوس عشان تبدأ تشتغل ولا انت منتظر؟ في ناس دفعت عربين، وفي ناس منتظره المعرض يخلص وتنزل ان شاء الله المصنع تظبط اوردراتها، لان في ناس برضو مش عايزه في وسط الزحمه. تعالوا بقى نتجه لاهم اجنحه الحقائب الحريمي في المعرض، شركه ديفنتي، اسسها عبقري مصري اسمه عباس حلمي علي سنه 1993، يعني 30 سنه خبره في الصناعه، وبناته وابنه زياد ربنا يحميهم في ظهره وبيساعدوه، ومعه اكتر من 30 عامل، وهو بيقدم كل موسم 40 موديل جديد بألوانهم، وبجد جودته متميزة وموديلاته رائعة وألوانه ملهاش حل، والصيف اللي جاي هيكسر الدنيا. ما هو زي ما اتفقنا، في الشتاء بنصمم للصيف وفي الصيف بنصمم للشتاء. ركزوا معاه. أستاذ عباس حلمي علي، اسمك ملكي حبيبي، وبتصنع شنط ملكية، برافو عليك. الله يكرمك. مصنعنا كبير الحمد لله، وإنتاجنا كبير، وبقالنا 30 سنة بنصنع شنط حريمي. مظبوط. وصدرنا ولنا تجارب حلوه جدا. تمام. الحمد لله. وبنشارك بقوه في السوق المحلي. طبعا. احكي لي على ليت الشغل عندك عامله ازاي؟ عندنا عمال قد ايه؟ بنطلع كم منتج كل شهر؟ والكوليكشن بتاعنا بيطلع كل قد ايه؟ صيفي ولا شتوي؟ تمام. ولا في مواسم تانية؟ تمام. كلمني على الشغل عندك. طبعا احنا الكوليكشن بيطلع صيفي وشتوي، بس داخل الصيف بتتغير برضو الموديلات، وداخل الشتاء برضو بنغير الموديلات. يعني بتقيس الموديل ده امتى صنع منه كتير؟ وامتى ده وقفه؟ وامتى ده مش هينجح؟ بنتست السوق الاول بكميات بسيطه، وبعدين نشوف الحاجات اللي هي عليها اقبال اكتر، بنبدا نطلع نزود فيها شغل. يعني انا بسالك على الشنط بكام؟ فبتقول لي دي ب 600 ودي ب 500 ودي ب 1000.
تمام. والجلد الطبيعي ما عداش عندك ال 2000 2500 جنيه تمام. الطبيعي طبيعي اه تمام. يعني احنا عندنا فرص كبيره جدا للتصدير. طبعا طبعا 100%. يعني طب ازاي ما بنصدرش ليه؟ هو ده اللي احنا شغالين عليه. احنا لو ما بنصدرش ليه؟ لان احنا كنا محتاجين نظبط الجوده قبل ما نفكر نصدر، والحمد لله النهارده ابتدينا نظبط الجوده، وفعلا في ناس ابتدت تثق في السوق المصري وتثق في المنتج. معرض زي ده اثروا عليك ايه؟ طبعا انا جالي ناس كتير عرب طبعا ومغاربه، وعجبهم طبعا جدا الشغل، فبس هما طبعا لازم يجوا المصنع. انا اقترحت ده، يعني الناس لازم عشان تحس برضو بالثقه وبحجم الشغل وبحجم المصنع لازم يجي يشوفك ويشوف الامكانيات، لان هو الكلام ده بقاله كتير مش بيشوف. انت كرجل مصنع بتلاقي العامل الحرفي اللي فاهم يعني صناعه شنطه اللي يمتلك خبرات ترضيك انت كراجل خبرتك 30 سنه؟ والله احنا عندنا خلل في الحته دي، لان احنا بقالنا سنين مفيش، يعني المصنعين القدام لما المستورد غزا السوق الناس دي ناس كتير طلعت بره السوق، فبالتالي الناس دي كانت بتعلم اجيال واجيال بتعلم اجيال، فقدنا القصه دي. بس انا الحمد لله عامل مدرسه جوه المصنع، بعلم بجيب الشاب حتى لو هو مش متعلم او الصنعه، بحاول افضل معاه لحد ما يتعلم، ياخد قطعه ياخد جزء معين يشتغل فيه. فاحنا بنركز على دي برضو، ان انا مفيش حل تاني قدامي غير ان انا اعلمهم في المصنع نفسه. انت دبنتي بداتها امتى العلامة التجارية دي؟ يعني بقى لها 30 سنة. 30 سنة؟ اه انا شغال بقى لي 30 سنة في المهنة دي. ايه اللي شدك لصناعة الشنط الحريمي يعني؟ ليه ما عملتش رجالي؟ ليه ما عملتش احذية؟ ليه ما عملتش جواكت مثلا ملابس؟ والله الحريمي تحس ان هو فاشن، يعني عايز يعني موديلات كتير و دماغك شغال 24 ساعة على طول، وانا والست ما تعرفلهاش خالص، تبقى عامل احلى حاجه تقول لك انا عايزه دي. فطبعا من صغري وانا بحب التغيير، احب اعمل حاجه واثنين وثلاثه، فلقيتها بالنسبه لي انا حلوه مش نمطيه يعني. وفي الصيف كولكشن قلت لي السنه دي انا منزل للصيف اللي جاي 40 موديل، يعني كل موديل ممكن يبقى فيه شنط مختلفه. يعني 40 موديل، كل موديل في منه اربع الوان خمس الوان. شغلكوا صعبه برضه؟ طبعا صعبه، كلها تفاصيل وطبيعي الحريم عايزه تجديد، مش هتجيب النهارده شنطه وهتجيب نفس الموديل بعد ست شهور، يعني محتاجه تغيره. شغلك فين في السوق المحلي هنا؟ نلاقي فين الحاجات الحلوه قوي دي؟ عندي من اسكندريه لاسوان عملاء. طب ليه ما فكرتش تعمل محلات دي بنتي؟ انت اسمك يا راجل واحد وخلي الواحد يدخل يشتري. عملنا الحمد لله عندنا فرع في سيتي سنتر المعادي. حلو. وعندنا فرع في ايست هاب مدينتي. برافو عليك. ومترجتين طبعا ان احنا نعمل كده داخل للاي كلاس، خلي بالك. لا يعني برافو. هو والله المقصود ان احنا نوصل بالمنتج للعميل نفسه، نبقى قريبين ليه يعني، عشان كمان نفهم هو عايز ايه. ممكن تشارك في معارض دوليه بعد اذنك؟ والله يا ريت. ومحتاج ايه عشان تشارك؟ عايز اسمع منك. محتاج دعم، دوله تدعمنا في القصه دي. في دعم معارض؟ في دعم. عندكم مجلس تصدير للجلود؟ في عنده دعم معارض؟ في طبعا المفروض، بس الموضوع يعني صعب شويه. لو هنشارك في معرض، ايه المعرض اللي انت مستهدفه الفتره اللي جايه تطلع فيه؟ السعوديه، الامارات، دبي، كل يعني كل الاماكن دي محتاجين نحط رجلينا فيها، محتاجين نقول احنا عندنا منتج مصري. طب احنا نقدر ننافس تركيا؟ نفس الصين بالاسعار بتاعتنا؟ طبعا انا كان عندي ناس من العراق السنه اللي فاتت، الشنطه اللي خدها مني ب 10 دولار هو بيشتري نفس الشنطه من تركيا ب 17 دولار. بالمناسبه قابلنا في اخر لحظات معرض الجلود الشاب محمد رشاد مؤسس شركه رألان للتجاره والتصدير. هو نجح في تصنيع جلود النعام وحولها لشنط بعد دباغتها بشكل محترم جدا، وبجد المستوى اوروبي وجودته هايله، وقريب جدا مصر هتصنع وتصدر جلود النعام للعالم، وفي طلب كبير عليها، ودي طاقة نور لمئات المزارع المصرية اللي بتربي النعام النهاردة. وبجد بشكل عام لما صناعة توصل بالمكون المحلي لسبعين وثمانين في المية زي صناعة الجلود، يبقى لازم نهتم بيها ونسندها. مجمعات ايه اللي في الروبيكي اللي سعر المتر فيها 12000 جنيه، حتى لو سعر استرشادي من يتجرأ انه يبلغ الناس بهذا السعر؟ هيجيبوا منين وهم يدوبك بيكسبوا دولار بالكتير في جوز الأحذية عشان ينافسوا؟ برجاء مراجعة آليات التخصيص في مدينة الروبيكي للجلود ده لو عايزين ننافس بجد في كل أسواق العالم بالجلود المصرية.
المشاهدون في حلقة الجمعة. فريق الجدعان يلتقي الدكتور السعيد كامل مؤسس مصانع يوتوبيا لصناعة الدواء البشري والتي تتجاوز استثماراتها المليار جنيه بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، حيث يكشف قدرة المصانع المصرية على توفير الأدوية للسوق المحلي والأسواق العربية والإفريقية. فريق الجدعان في مشروع مدينة الأستاذ للحمام اللاحم الفرنساوي الأبيض الذي أنشأه الشاب محمد عبد الله في عمق الصحراء بطريق أسيوط الغربي، بهدف إنتاج سلالات الحمام الفرنساوي وإكتارها وطرح إنتاجها من الزغاليل في السوق المحلي والأسواق العربية.